تفضلي كبريني. تعالوا يا بنات تعالوا. سلام عليكم، كل عام وانتم بخير. يلا كبريني، عاوزه شيء؟ يلا. وين رايحه؟ رايحه على بيتي. بدك تحرمينا من هالخلقه الملائكيه؟ صبحيه اخزي الشيطان، ولا مثل ما قال المثل يا بعدي، حضرة الملائكة هربت الشياطين. مرت عمي، عمتي مالها من الشياطين. رسيولة، مو ناقص علينا إلا الجردين. أنا مالي جردون. عليا، لما بتحكي مع عمي بتحكي بأدم، فهمتي ولا؟ أنا ما تبي أكثر منكم. يا رويدة في المطرحة. يا رويدة، يا رويدة. أهلين عمي أبو وضاح. كل سنة وانت سالم. وانت سالم، شرف. فضة، لا ما بدي فوت. عمتك عندكم؟ ايه والله جوا. فوت إلا انه انا برا بدي اشوفها، وخليها تجيب رويدة معها، بدي اشوفها وسلم عليها وعايد عليها. تأمر أمر عمي. بخصوص هذيك المرة انا غلطت معك، مشان الله ما بدي اكون زعلان. فوت ناديله فوت. انت شو عم تساوي هون؟ عم خلص المطاح من بين ايدين امك. عم تخلص المطاح ما هيك؟ ستري يا مو ستري. قولي على عمتي يا مو، نمر الخشة عم تعري وجهي. لك يا عيب شو ما عليك؟ اخ بس بدي افهم على شو عاملينك كبير انت، على شو؟ امشي امشي امشي، خلينا نمشي. يا ميت علينا يا جماعة، يلا شرفوا شرفوا على المضافة، تفضلوا تفضلوا. على وسهلا، شرفوا شرفوا تفضلوا شرفوا. علي صبوانو يا محجوب، شرفوا. خاين يا طرخوخ، خاين علي مضامين. اي والله خاين يا طرخوخ، خاين يا طرخوخ، خاين. واقف واقف واقف، خاين يا طرخوخ. روح خاين روح. يا طرخوخ خاين، خاين ولي الأصل الطرخوخ، الطرخوخ خاين يا طرخوخ. لو كنتوا زلم بحقه حقيقي كنتوا ما خليتوه يطلع عايش. لك يا صبحية، يا صبحية هذا اللي انت شاطر. لك الرجال فات لما سمع أصواتكم، الواحد يحكي دغري ما له محكم. ولك مسكني هيك ودفشني على الكبريبة، قال ما له محني. لك بيهون عليك واحد ينفش مرتا. معاش يا مو، معاش. ولا خليه اللي بده يعطوه. من حق عندك ام وضاح انضربت وانهانت ببيتنا وانت موجود؟ لك اخي انت لساتك صغير وما بتعرف اي شغلات. اسمع عبدو افندي، اول باشتان انا مالي صغير، وثاني باشتان بيت ابو عبد الويلاتي ما بينضرب في جنس مخلوق، وثالث باشتان عمك ابو الضاح كبير الحاره، وسمعت انه انهان ببيتنا، واللي هانه لازم ينهان. شو هالحكي لك عمي؟ شو هالحكي؟ مثل ما سمعت عمي. اسمع حبيبي، ابو الضاح عمك لك ولرويده، انا ماله عمي وما بيعنيني بهالسيره ابنه، واللي صار فيه بيستاهله لانه غلطان. عمي ابو الضاح ما بيغلط؟ لا سيدي بيغلط، وكبر وخرف وخالص. صفوان! عمتي! يا عمتي! قسم الطبنجة! يا عيب الشوم عليك، عم تهدد ابن عمك هون ببيتك وبدك تعوصه؟ يلي بعين الناس ببيت ابو عبد الويلاتي لسه ما خلق! ابو الضاح هو الغلطان! يا عيب الشوم عليك، لو كبريت الحارة سمعوا ولا العقيد كانوا قنعوك من الحارة. كثير منيح، أنا رح روله عند العقيد وقله عن عمال صفوان مع عمي أبو الضاح.
رشتينا احنا ست رواطة بيناتنا والناس ما لازم تعرف مشاكلنا. بيهون عليك سمعت ابن عمك صفوان تطلع بين الناس انه هان والابو وضاح وقال قيمته بيهون عليك؟ يا عيني عليك يا رشتي طول عمرك بضاي. بعدك بين اليومين صفوان وامه يروحوا لعند عمته يستسمحوها ويعتذروا من جوزها كمان. شلون يا بشلون؟ مثل ما سمعت بتروح انت وامك عند عمتك تستسمحوا منها وبتعتذروا من جوزها. ايوه الله يصطفل فيه ما بدي اقول شيء شكيته لله. والله واللي اسمه الله لو لا كرامه المرحوم ابو عبده ولو المشكله صارت ببيته كنت مسكت له ايده وكسرت له اياها كسر. يا ريتك يا حجي يا ريتك كسرت له ايده من شرشق. بيلوموني الناس يا مضاح بيلوموني الناس بيقولوا الامر الخشاب حاطط عقله بعقل ولد لا هو من جيل اولاده ومو غريب كمان. بكرة رح يبعتوا لرشدي لعند العقيد أبو فهد خليه يحكي له كل شيء عمله هالواطي بركة بيقدمه. لا يو ليش بقى؟ أنا بحياتي ما ضربت بالسيف غير سيفي. بدك ياني هلأ خلي العقيد ياخد لي حقي؟ ومن مين؟ من ابن أخوكي؟ لا اسمعي يا حرمي أنا مياتي انقطعوا من الحارة. شو عم تحكي انت؟ شلون يعني مياتك انقطعوا من الحارة؟ لا شو صار؟ شو رأيك بهالقصة؟ بشو بتنصحنا؟ أنا رأيي إنه جابر يطلع ويفوت قدام أهل الحارة وراسه مرفوع ويا جبل بيه الزاقية واللي بيطلع في نظرة فيها إنا يا ويلي. وشو مشان عمران؟ عمران اتركوا علي. فهد نحن وعمران عيلة وحدة ومثل ما بتعرف عمران أخوه لأم ديار وخال الأولاد. خلاص أم ديار خلاص لا تاكل هم أنا بتفاهم معه وبحل بروا. يا عليم الله تطلع فيني تطليعة وتقطع القلب. طب أنت شو بدك بهالقصة؟ أنت شو بدك بهالقصة؟ بس يا معلم صفوان أنا كتير خايف وهذا كبير الحارة ومختارة وأنا مالي قده. لك لا تخاف ولا شيء ومن سألك إن كان هو ولا غيره أخي حطه بظهري. أخي قل له صفوان هو اللي قال لي نادي خاين يا طرخوخ نادي خاين يا طرخوخ خاين يا طرخوخ خاين وليد أصل هالطرخوخ. أنا ما عاد أقدر أعيش بهالحارة مع ابن أخوكي صفوان. الله لا يوفقك يا صفوان إلهي يا غريمك بليلي ما فيها ضوء أمر وما تلاقي خاين يا طرخوخ. أبو وضاح الله يجبرك خاين يا الله يوفقك ما تحط عقلك بعقله. أنت مختار الحارة وكبيرة معقولة تترك حارتك من شان شقفة ولد صغير؟ شو بدهم يقولوا العالم؟ خاين يا طرخوخ خاين ولي الأصل. لوين رايح مشوار؟ لوين رايح انت بهالحالة؟ خلص قلت لك رايح مشوار. خاين يا طرخوخ خاين ولي الأصل هالطرخوخ خاين يا طرخوخ خاين يا طرخوخ خاين يا طرخوخ خاين ولي الأصل هالطرخوخ خاين يا طرخوخ. أنا شو قلت لك ولا؟ أمرك مختار أمرك رك. أنا ما قلت لك إنه ما بدي أشوفك ولا أسمع صوتك هون بالحارة. بلا بس المعلم صفوان هو قال لي نادي. معلم صفوان هلا صار اسمه المعلم صفوان. هو قال لي نادي وبيع أولاد خان. لك من أنت صار صفوان يحلوا يربط هون بالحارة؟ نحن من طول عمرنا بنحل بنربط عمي ولا زيد من بيت الويلاتي. لك لو ما أعطيناك حرمة من عنا خلص بعملك صرت زلمة. ولك إلي عم تحكي هالكلام يا واطي ولك إلي أنا لا تقول إنه خطك خطر. يلا شوفوا حسبي الله ونعم الوكيل. الله يغزيك يا شيطان. عم تقوس علي أنا؟ لك أنا فوان زعم حدا. أنا أتحدي عقيل والله أتحدي بس هو كل ما صارت حكاية بلزقها بظهري. يعني أنا شو ذنبي إذا كل البياعين بينادوا خاين يا طرخون؟ يعني الطرخون ماله خاين؟ طرخون ما؟ أنا عم سيدي الطرخون. بعدين يعني نحن شو ذنبنا أشكال طلع إنه خاين مثل الطرخون؟ ابنك خطيني يا سمنجا. يا ابنك يا واطي
بقى اول بالك عقيد الله يخليك لك يا عالم عقيد لك يا ناس مشان الله فهموني لك العسكري اللي بينعدم اعدام شو بيكون بخاين بلا شريف لا خنا ابن خاين لا خنا ابن خاين لك لولا ستر الله كانت الفشخة اجت براسه وكنت حطيت برقبتي قتيل. ولي على قامتي انا. لك ما عاش وما خلق اللي بده يقول عن ابني وضاح انا خاين. دخيلك يا ربي دخيلك منين طلع لنا هذا كان ناقصنا. مشان هيك انا لازم اترك الحارة هالمرة مشي الحال الله سترها ما بنعرف المرة الجاية. يا لوين بدك تترك الحارة وتروح؟ بلاد الله واسعة بدك تروح وتتركني لحالي؟ اتركك لحالك ليش؟ خليكي هون انتي معززة مكرمة وبعدين عندك اللي بيكفيكي وزيادة وبعدين عندك رشدي بتجوزي وبتسكني عندك هون رشدي أصيل ابن أبوه أصيل لا ابن... تكمل حجي لا تكمل أنا ما بعيش هون من غيرك. قلتلك أنا مياتي انقطعوا من هالبلاد وأنا كمان مثل حكايتك. شو قصدك؟ قصدي رجلي على رجلك يا أم وضاح أنا مشواري بعيد بعيد كتير واسكن أنا بروح معك لآخر الدنيا. طيب وإذا سميحة رجعت على الحارة وترجع سميحة بترجع لبيتها وجوزها يو قلي لوين مفكر ترحل؟ أنا بإذن الله تعالى عم فكر روح على الحج حج للولاد الله يرحمهم وللمرحوم أبو أدهم وإذا الله أعطانا عمر بقضي هاليومين اللي بيانين لي بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شو علي؟ أنت بتحج لرماح؟ أنا بحج لوضاح. إيه؟ مثل ما بدك بركي هنيك منلاقينا شي واحد ابن حلال نعطيه قرشين بحج عن المرحوم أبو أدهم ومنقضي هالعمر اللي بقيالنا بالكعبة الشريفة وعند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. بس أم وضاح ما بدي حدا من كبارية الحارة يعرف بهالقصة هي لأنه إذا عرفوا ما بيخلونا نروح. بعدين قال لك أنا ما بدي حدا يعرف نحن وين رحنا ولا بأي بلد فهمتي؟ في حدا بالمضافة؟ لا معلمي ما في حدا هلأ راح أبو لطفي والشيخ نزير والعقيد أبو فهد معلم روح معاه. لا خلي لا خليك هون أنت خليك يلا اتحرك. تفضل اخي هاي ورقة المزرعة. هاي مساحتها 150 درهم. اي نعم. هاي بدي سجلها ربعة باسم رويدة بنت محجوب نويلاتي. تفضل. وهي ورقة الحاصل بدي سجله باسم رشدي ابن محجوب النويلاتي. ايوه. وهي ورقة البيت بدي سجل ربعه باسم رويدة بنت محجوب النويلاتي. بس يا حجة الشغلة بدها فتوى، سألت المفتي. اي نعم اي نعم. أنا في عندي بنت بتركيا وفي عندي ولاد ولاد عم. هدول بحق لهم ثلاث أرباع البيت وثلاث أرباع المزرعة. أما الربع والربع هدول من حقي أعطيهم للي بدي إياه. هاي المحروسة رويدة بتكون مرت ابني الله يرحمه وضاح وما أجاها أولاد منه وأنا بدي أعوضها. الله يجزيك الخير. ورشدي بيكون أخوها خدمني كتير ولد شهم ما في منه
مشان هيك يعني بدي احط الحاصل هذا باسمه. الله يجزيك الخير يا حج. فوتوا خالي فوتوا. شلونكم؟ الحمد لله. طالما انت بخير نحن بخير مختار. يوسف مر معي. قريب لهون. مسيك علي. شو هذا معلم؟ هذا المبلغ قايم لك اياه مشان جوازتك. كتر خيرك، ما بدي غير سلامتك يا مختار. مسيك ابني مسيك، هذا حقك. سلم هالايدين، روح الله يجبر بخاطرك. ديوو تعالوا. مرني معلم. هذا لك. انا ما بدي، انا عايش من خير الله وخيرك، مو ناقصني شيء. انا بس بطلب من الله ان يطول بعمرك ويديمك فروسنا. مسيك لك ابني مسيك، البني ادم مهما عاش لا بده يجي يوم ويترك الدنيا الفانيه هي. ما بتعرف يمكن باي لحظه تفقدوني وما تلاقوني. سلامتك معلمي، الله يطول بعمرك. يا الله لا يقدر. مسيك ركز مسيك. الله يسلمك، الله لا يحرمنا منك. ايه الموت والفراق شيء مقدر علينا ولا بد منه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لا اله الا الله. انا بوصيكم قبل كل شيء بتقوى رب العالمين، وبدي اياكم من هون رايح تعتبروا رشدي محلي ومحل وضاح الله يرحمه. رحمة الله عليه. يعني رشدي هو معلمكم من اليوم ورايح. المعلم رشدي على راسنا من فوق. وانت يا يوسف وابو سطيف من اليوم ورايح كراكم صار الدبل. انتو جوزتكم وامنت عليكم. فضل على راسنا يا معلم، كتر الله خيرك. والله يا معلمي انت تامرنا بافضالك. الفضل لله. في حدا منكم عاوز شيء؟ بده شيء؟ سلامتك يا معلمي. تفضلوا على شغلكم. معلمي انت عم تودعنا شيء؟ ما قلت لكم انه البني ادم ممكن يفارق احبابه باي لحظه؟ الله لا يقدر. ان شاء الله لا تفاول على حالك معلمي. ان شاء الله معلمي. الله معكم. يا ابو عجاج. ورا عمي ابو وضاح. هذا الحاصل من اليوم ورايح صار الك. وفي الي عندك وصيه بتمنى انك ما تنساها. مور عمي. بدي اياك توزع ربع ايراد الحاصل على الفقراء والمحتاجين. وهدول الاوراق خذهم ودير بالك عليهم منيح، هدول بيحفظوا حقك وحق اختك رويدة. عمي ابو وضاح انت ليش عم تساوي هيك؟ لا تسالني يا ابني، لا تسالني عن شيء بدي منك، ما تجيب سيره لحدا. عمي انت لوين ناوي تروح؟ رشدي. امرك عمي. شيك هي 50 قصمة لي مشان تتجوز وتدير بالك على اختك رويدة. هذا كثير عمي ابو وضاح، انا ما بستاهل كل هذا الشيء. انت بتستاهل اكثر من هيك. قبل ما انسى بدي اياك تعمل لي سبيل عند باب الحاصل هون على روح المرحوم وضاح. تأمر معلمي. ابو عجاج ما بيبكي مو هيك؟ خاطرك دير بالك على الشباب وعلى الحاصل. انا رايح على البيت، عمتك لحالها. مرحبا مختار، عضوات المضافة بدي نشوفوك.